مرحبا، يعطيك العافية. فيكي دكتورة. كنت بدي أشوف الدكتورة عائشة. إيه أكيد. أصلي؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلوا ارتاحوا، عندي مريض جوا بالغرفة وفي اثنين قبلكم، وبعدين أنتوا إذا كان ممكن. تمام. بيلين لو سمحتي تعي شوي. على عيني دكتورة. حبيبتي؟ شو بدك حبيبي؟ أنتي منيحة حبيبتي؟ إيه منيحة حبيبي. أكيد أنتي منيحة حبيبتي؟ إيه شو يعني رح أكذب عليك حبيبي؟ الله يسامحك، معقولة؟ لأني متحمس حبيبتي. كأنه هاي المرأة ما عندها اسم. على الأغلب. مدام سيفجي، سيد ساقي، تفضل. إيه نحن؟ سيلفي سيلفي. جيت مع حبي ومعجزتي. انتبهي منيح حبيبتي. جينا لعند دكتورتنا، الله يحرسنا من العين. ايه صح، معك حق حبيبتي. شو رجال؟ معقول هاد يصير اب؟ يعني هاد بيضل اسمه رجال بالنهاية. طلع اسمه سيف جي وساقي. وينه هاد هلا؟ عم يتنقل بجسمي كله، هلا بيوصل بس يمل. ليكو هون بالضبط، هادي اللي بالنص. اها. قلي قلي شفته منيح؟ 6 أسابيع بالضبط. ايه منيح. ممكن نسأل سؤال؟ شو جنسه؟ لسه بكير على السؤال، بتحبوا تسمعوا دقات قلبه شي؟ ايه انا بدي شوي، اسمع يعني. فيني أقربه لعندي شوي؟ قلبه عم ينبض مثل الرجال، يعني بظن رح يكون ولد. شو صار بعده؟ قصدك بشو؟ لما كنت بدك تروح على الموت وإجا يجيت منعك بالقوة. فشلت المهمة كلها بسبب السيد يجيت. ايه طبيعي، الزلمة قوسك لحتى يوقفك، شو بيقدر يعمل غيره؟ ايه مو هيك؟ هيك؟ في أخبار عن جنيد؟ يعني في وما في. شو بفهم من هالحكي؟ المسدس اللي انضرب منه على جيم، والمسدس اللي انضرب منه على جيجال مو نفسه. كيف يعني؟ تتذكري اللي هاجمنا بزمانه كان اسمه شاهين جيجال؟ رحت أنا وفرهاد لهنيك، وبصراحة نحن ثنائي ممتاز. صحيح فرهاد يلي قوصه براسه، بس أنا كنت معه هنيك وكنت دائما دافع عنه. كيف صار هيك شي فرهاد؟ ما بعرف كيف، بس رح نلاقي في حدا مخبيه عنده. بس مين؟ يعني في حدا وراه وعم يدعمه، وإلا ما كان قدر يضل كل هالوقت. شو اتصلتي بالمحامي؟ لا ما اتصلت. إمتى بدك اتصل يعني؟ بعدين ما قلت لك ما بدي اتصل؟ الدكتورة ما كتبت لك على أدوية؟ وما قالت لازم تشتري أو لازمك شي؟ لا طبعا، أنا ما فيني شي لأخذ أدوية، أنا حامل، ما بصير أخذ أدوية بوقت الحمل. طيب أنا شو بيعرفني، هاي أول مرة بتصير معي، بده يصير عنا طفل. أول مرة مرتي بتحمي. مرتك اللي رح تتطلق بأقرب وقت. ليكي انسي كلمة طلاق نهائيا، ماشي؟ ليش بدي انسى بقى؟ لا أنا ما رح انسى هذا الموضوع. مين هاد؟ شو دخلك مين ما كان؟ ايه حبيبتي سونا كيفك؟ مرحبا حبيبتي، أنا كنت بدي اتصل فيكي قبل بس خفت تكوني مشغولة. مبروك إن شاء الله تقومي بالسلامة. شكرا إليك حبيبة قلبي. عرفتوا كم أسبوع صار عمره؟ ايه عرفنا، 6 أسابيع. حلو كتير، ما شاء الله ما شاء الله. لو تشوفي يا جيت يا أصلي ماشي بالبيت وعم بيقول رح صير عام. استني رح أعطيكي يا، خدي اسمعي بإذنك. طيب هاتي هاتي. ألو أصلي. أهلين سيدي جيت. أنا رح أصير عام. ألف مبروك. شكرا كتير إلك. هات هات، نسيت شغلة، في موضوع لازم إلا يا. طيب لحظة واحدة سونا، بدي إياكي عم تأشر لي على نسياني شغلة مهمة، خدي أحكي معها. يلا بشوفك. إيه أصلي، أخي فرهاد معك؟ ايه ليك هون جنبي. ايه استني رح اعطيك اياه. هلو. نعم
أخي مرحبا، بدي أقول لك شغلة. هلأ الجنين مو عمره 6 أسابيع، بأول 3 شهور الحامل لازم تاخد فوليك أسيد مستمر. طيب من وين بدي أشتريها؟ يعني وين بلاقي؟ لا أخي شبك، ما رح تشتري من محل معين. بدها تاكل أكل معين مثل السمك، البروكلي، الجوز، بس ليك ما تكتر سمك. ماشي خلص ماشي، شكرا سونا. لا العفو. إيه أخي شو رأيك تيجوا تفطروا عنا بكرة الصبح؟ ما بدي لا اعتراض ولا شي. ماشي ماشي ماشي، منشوف سونا منشوف. لا لا تقول منشوف، بدكم تيجوا. طيب خلص. ماشي منشوفكم. شو صار؟ شو في؟ قال عم يستنونا على الفطور بكرة الصبح. إيه نحن وين رح نروح هلأ؟ ناكل سمك، يعني أنا جعت شوي، خلينا ناكل سمك. وأنت سألتني شي عن رأيي؟ طيب تاكل؟ لا قلي نحن وين رايحين؟ ناكل سمك. أنا ما رح أقدر سوق السيارة بسرعة مشان البيبي.